العتمة، اللبنانيين غرقوا بظلمة طواقم الطبقة السياسية المارقة الفاسدة. الغضب عارم والخسائر فادحة لدى أصحاب المهن الصغيرة. العذاب صار جزء من روتين حياتهم اليومية. معيشتهم اتدحرجت بأنفاق بلا أفق. يأس، إحباط، شلل تام، لدرجة إنه البعض عم يتحسر على أيام الحرب. حتى نور الشمعة لم يعد الحل. كهرباء مقطوعة، ما في كهرباء. كهرباء ما في. قد ما بتصرف بتدفع. مزيد من التقنين والمزيد من العتمة، هيدا حال المواطنين بكل لبنان. وتوقف عدد كبير من الأشغال والمهن يلي بتتطلب كهرباء. دخلنا محل تصليح الدواليب، فالمعلم جورج عم بينازع. كهرباء ما في. تجي من عبكرة ساعة ساعتين. إذا أجت. طبعا المطار ساعة 10 بيطفي، عندك من 12 ل10 للتنتين ليرجع يدور مرة تانية. دولة بتيجي أو ساعتين أو ثلاثة، بطول بتيجي أكثر يعني، بس مبدئيا بشكل عام ساعتين ماكسيموم ساعتين بتيجي. ازدادت صعوبات العمل وحاول جورج يلاقي حلول بديلة. يعني صرت مضطر إني اشتراك موتور وكهرباء وتجيب موتور على المحل. هلا ما بيكفي هيدا، بدك مازوت. بقى عم نشحن المازوت شحيدة كمان لحتى نقدر نشتغل ندور المطر. شغل قليل وعذاب يومي مع الأزمة وتداعياتها على حياة جورج وعلاقته مع الزبونات، وبيحمل الدولة مسؤولية الحالة. اكتفوا عليهم كلياتهم، من الكبير للصغير، من الزعمة للنواب لهالسياسيين كلياتهم. هن وصلوا هالبلد لهون، ما تستثني منهم حدا. اللي بيستثني حدا منهم بكون حمار. كلياتهم طقم بدهم على وشيل وحطوهم بالطيارة وكبوهم برا. دخلنا عند اللحام روبير بمنطقة حارة صخر بجونية، وتراجع عنده مبيع اللحمة مع استمرار أزمة الكهرباء. هيدا البراد شوفوا، مش عم يصير نفتحه الآن، خلى بعده قاطع الكهرباء، كلهم بعد عندي 4 كيلو لحم لقونن. أنا كنت جيب بالجمعة تنقول عجل أو شقة ونص، يعني بالوزن 300 كيلو. يعني كنت بيعهم بثلاث أيام. هلا عم بجيب ربع، نص ربع عجل، يعني عم بجيب 37 38 كيلو، تضل بس إنه مستمر أحسن ما سكر الملحمة. تقنين خلال النهار ثلاث ساعات قبل الظهر وثلاث ساعات بعد الظهر خلق خوف عند المواطنين. العالم اللي كانت تيجي تشتري تنقول كيلو عم تيجي تاخذوا اي، لان ما عندناش كهرباء بالبيوت. بخافوا يا مش، لا من عندي لا بيخافوش، لان انا اذا لحم مش منيحه ما بعطيه للعالم، لان انا عم باكل منها. الخساره كبيره وارتفاع الكلفه عم بيزيد، والدفع فاتورتين، فاتوره كهرباء وفاتوره موتور. موتور على بكره بيجيني 1,800,000، كهرباء بتجيني 500,000، أجار محل 500 دولار. شو بعمل؟ منيح ما في عندي شغيلة، أنا وشاب صاحبي منخبط أنا وياه ليل ونهار. هلا بدي أوعى الساعة 3 أنت تجيب 40 كيلو لحم تربح فيهم 300,000. ده هيك ضخمناها من كون؟ خلي هالمسؤولين يجي يقعد معي هان شي نهار، بس يجي يقعد معي هان يسلم الصندوق يسلم الحسابات، بس يجيب معه شي 10,000 دولار تسكر عني إذا سلم الحسابات. من الملحمة لصالون الحلاقة، غسان عم بيقص على العتمة من دون كهرباء، وكلفة القصة صارت توازي دولار واحد، والمشاكل كتيرة. منبلش من الصبح ساعتين، بتروح ثلاث ساعات، ترجع بتجينا ثلاث ساعات، بتروح ثلاث ساعات. أنا كيف بقيم حالي؟ بروح بجيب موتور، إذا جبت موتور حوالي 1,000 دولار، يعني 20 مليون ليرة. كم قصة بدي تقوفي الموتور؟ وأزمة المازوت كيف بجيبها؟ غسان عم بيعاني أيضاً من ردة فعل الزبائن على التقنين الحاصل. زبوناتي الناس بيتقبلوا الوضع، الناس عم بيكشروا، الناس عم بيجربوا غيرك. هلأ قصيت لواحد قبل شوي هون على البلكون، لك كيف صرنا مي، ما في AC، ما في مروحة، ما في لمبات، يعني بهدلة ومسخرة. أكتر من هيك ببلد ما بينعيش فيه.
من مصيبة لمصيبة ومن انقطاع الكهرباء وصولاً لاستحقاق دفع الفاتورة الشهرية. إذا اليوم نحن على تسعيرة 57,000 إجت فاتورتي 1,400,000 على فاتورة 300,000 تضربها بخمسة ونص، يعني أنا فاتورتي بتطلع حوالي 7 مليون أو 8 مليون. يعني أنا إذا بقص للزبون ب80,000 ليرة بدي 100 زبون تقوف المطر يلي أصلاً ما عم بيجي، والزبون رح يتحمل؟ ليش الزبون؟ نمر يجيب مش عم بعيني مثلي بالمعيشات كمان؟ غسان عم بعيش حالة ندم إنه ما فل من لبنان وقتها كان قادر إنه يفل من 11 سنة. وأنا من الأشخاص اللي رفضوا يروحوا لبلاد برا، أنا حصلت على الهجرة لكندا بال2010 ورجعنا إيماننا وقلنا لا بلبنان وبكرة بيتحسن وبكرة بيتحسن. الحمد لله أنا من وقتها مخلق ما في مرة لبنان قرب لقدام، عطول لورا. نحن إذا بيقبلوني مع اعتذار مني لقلن ليش ما رحتش بهديك المرحلة، إيه أكيد بجعفل. من عند غسان لعند شركات السياحة والسفر يلي قاعدين عم بيهووا بالمكتب من دون كهرباء. التقنين اللي عم بيصير عم بيأثر علينا وعلى الناس اللي عم بيجوا على لبنان واللي بدون يفلوا من لبنان، والتلاميذ بدون يروحوا والتلاميذ بدون يجوا. بطل في كمبيوترات، بتروح الانترنت، بيوقفوا السيستمات، ببطل فينا نحجز، ببطل إذا حدا صار معه مشكلة ما فينا نلبيه 100% مثل ما بنعمل السيرفيس الكامل اللي عنا إياه، بيوقف الشغل عنا ما فينا نستقبل زباين. ساعات من التقنين واختراع لحلول بديلة للاستمرار بالعمل وتأمين حاجات المواطنين باستمرار. الموظفين عم بيروحوا على بيوتهم من بيتهم، إذا ما في تأنين ببيتهم حتى مش كلهم، وتيقدروا يلبوا الناس. هيدا هو الموضوع اللي كتير أساسي بالبلد، انترنت وكهرباء. يو بي اس ما في، ما بيلحق، انتزع اليو بي اس أصلاً لأنه عم تروح وتجي الكهرباء كتير، راح اليو بي اس حقه صار بلاوي. فقد ما فينا عم نجرب نلبي الزباين الحاجة الأساسية للزبون فيضل راضي ويلحق شغله ويلحق جامعته ويلحق يروح عند أولاده ويلحق فيزه. غابت الشمس، دخلنا أحد التكاكين بمنطقة دقارين بجونية، فالوضع جداً مأساوي. هيدا البراد كان للجبنة، اللبنة، المرتديل، الداند، الجامبون، كله وقفنا. ما في كهرباء، منطفيهم، أحسن ما نضر العالم يعني، عادي. خسارة؟ خسارة، أكيد خسارة، كله خسارة. كله خسارة. تاني شي نحنا كنا نفتح للساعة 10، صرنا عم نسكر الساعة 6:30. أحسن ما نقعد على العتم. الخسارة كبيرة والحرارة عالية، الرفوف مطفاية والبضاعة عم تنكب والمخاطر كبيرة. مثلاً البوزة، وقفنا بوزة، رحنا بخسارة بالبوزة. يعني عم نجرب نجيب الأشياء الفاكيوم الباك اللي ما بدها تعوز يعني بالراد، حرارة كتير واطية. ومثل ما شايف عتم قدي عم نسمع صار في حالات تسمم من وراء اللي توضيب يعني والتخزين تبع المواد الأكل اللي عم ناكلهم. حل الظلام، عتم شامل. دخلنا منزل سليم سعيد فهو مقعد وبحاجة دائمة للكهرباء بحياته اليومية وبعمله. شغلي كله بالكهرباء، ما بين أجهزة وتصليح وإشي من هالنوع. بيجوا لي اشياء قطع بدها التصليح بظبطها وبروحها. طبعا اذا عندي كاوي ما فيني اكوي بالنار بالكاوي، اذا عندي اي شيء فحص انسى بموضوعه. فكل شغله بيوقف بدل ما يكون عندي قطعه بدي اسلمها خلال ساعه، بتسلم عندي خلال اسبوع او 10 ايام. غير هيك انا على كرسي متحرك، فكل تحركاتي بدها كهرباء. يعني اذا بدي انقل من طابق لطابق بدي اسانسور، اذا ما في اسانسور بدي اطلع على الدرج. طبعا مشان اطلع على الدرج بدي حدا يحمل لي عربيتي وانا بطلع على الدرج بالستيكس تبعولي. غير هيك كل نشاطاتنا على الانترنت، الانترنت بيقطع مع الكهرباء، المي تقطع مع الكهرباء. طبعا هلا المي اذا كان تحت مشان تطلع لفوق بدك تروم بتشتغل على الكهرباء. فهلا صرت مضطر اني اقعد بهالطابق هذا لحالي وعائلتي تحت لحتى نقدر اذا بدي اتصرف اقدر اتصرف، اقدر اطلع لبرا، اطلع اجي، اقدر استقبل حدا. والكهرباء ما عم نشوفها، اذا اجت بتجي الساعة او اثنين بالنهار، وهلا مع تقنين الجنريتر يعني حدث ولا حرج.
سليم عم يتحسر على أيام الحرب، والخوف اليوم مختلف عن الخوف من الرصاص. بالأيام الحرب كانت أحسن، كان أسلس، مش كانت أحسن إنه كوضع، إنه كنا عايشين برعب. يعني هلا الرعب صار، بطل رعب رصاص، صار رعب اضطراب نفسي أكثر ما هو اضطراب إنه واحد يخاف من الرشاش أو خاف من الفرد. لا، صار خايف من شيء مش عارف بكرة شو حيصير فيه. احتمال بكرة أنا ما يكون في عنا مي، ما توصل المي لعنا، لأنه كهرباء ما في. إذا ما في كهرباء ما بتوصل المي على البيوت. طب إذا أنا يومين بلا مي، طب شو بعمل بولادي؟ عندي أولاد صغار. البضاعة عم تتكدس، والبيت تحول لمستودع من الغراض والقطع المصلحة. أنا ما بحياتي كان عندي الديبو مليان غراض، هلأ عندي غراض، عندي فوق 40-50 شغلة محطوطين هون على الزاوية، لاني قادر سلم، لاني قادر أقبض. فهو هذا كله هلا جاي الفاتورة بعد كم يوم، يعني حتكون دفعتها شيء مش طبيعي. حنجبر، ما بعرف كيف بدي اعمل، بس بدي ظبط اني سلم اغراضي لحتى اقبض، لحتى اقدر ادفع للناس. ما في رحمة من المعنيين لحل الأزمة والحد من السرقات، فالموضوع هو امر ضروري عند سليم لتأمين الخدمات بالمقابل. مش ضروري يسرقوا الناس كلها، يلاقوا الطريقة انه يكتفوا باللي عندهم. بعتقد ان هلا صار عندهم مصاري بكفيهم يعيشوا هن وعائلتهم وولاد ولاد ولادهم ولاد 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 ولادهم. بتصور انه خلص يحلوا عنا، لنقدر ندبر حالنا، لانه كمان اولادنا بدهم يعيشوا. انا هلا خلص وصلت لمرحله ما عادش عندي بقى شيء اعمله بحياتي، بس بولادي بدهم يعيشوا. يعني معقول يهجرون؟ معقول طلعوهم من البلد لحتى هن يضلهم عم بياكلوا بهالطريقه؟ بغياب شبه تام للنور الكهربائي، كتار من الناس لجأوا للشموع، ولكن هون كمان الكلفة كبيرة. فبحساب بسيط منلاحظ أنه كيس الشمع أقل حقه 46,000 ليرة، عبارة عن 12 شمعة، وبحاجة كل عائلة لعشر كياس شهرياً، لأن كل كيس بيضاين 3 ليالي، أي 460,000 ليرة بالشهر شمع. فكيف رح تكون ليالي اللبنانيين الطويلة مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع وتيرة انقطاع الكهرباء؟